جبنا نهار السبت بالليل جا حريق عادي في كتفها كتشاوى قالت لي ماما ضرني كتفي انا عندي الدواء في الدار عطيت لها الدواء دوزت ليها الدواء كنشربها نيفلو غينو طخامه هادشي كله ديال الحريق حيت ولادي بجوج دغي بانوسيتوس كيجيهم الحريق عطيتها الدواء الدواء ما كدار لها والو صافي الدواء ما دار لها والو خصني نجيب بنتي فاش جبتها ما عتقوهاش مش دواهاش قالوا لي ما كايناش بلاصه واش لا يعقل سبيطار كيجوا لي الناس من اي مدن وما فيش بلاصه للدريه كتتالم خاصه غير السيروم ما خاصهاش شي حاجه راه خصهم يدوزوا لها غير السيروم باش يسرحوا لها العروق راه لا يعقل راه بنتي جايباها على رجليها وديتها ميت راه بنتي جايباها على رجليها بنتي راه ما كانتش فيها شي حاجه بنتي راه دوزات العيد بخير وناقشه وكيف يعني بخير بنتي بخير كيفاش ما عرفتش انا جاتني بحال الصدمه عارفه مريضه حقا ولكن ما كيسحبش ليا غتموت صراحه اصلا فاش هبطت الطبيب قالوا لي ما كايناش البلاصه في انعاش علاش هبطتي المريضه وهي عيانه عاد في الاخر قالوا لنا سيروا جلسوا برا تجيو نشوف نعيط عليكم تشوفوها انا بانت لي لومبيلونس وقفت عند الباب ديال السبيطار ديال الانعاش عرفتها بان يلا غتهز البنت اللي غتحط فيها بنتي وبالصح يلا تهزات البنت اللي غتحط فيها بنتي. تصور ساعه ونص بنتي ماشي للاكسجين وهابطه في واحد الحاله اللي هي ليله يلا عليها والله ياخذ فيهم الحق انا كنحمل المسؤوليه للناس اللي هما قادرين يعتقوها وما عتقوهاش الناس اللي هما عارفين باش تعتق وما تعتقاش حيت علاش حيت انا عندي ولد نفس المشكل باقي عندي لحد الان عنده 4 سنين ونص انا خايفه عليه وقع عليه نفس المشكل هو كيجي الحريق اكثر منا هو كيجي الحريق في رجليه هو كيجي الحريق في صدرو كيجي اكثر منا هي يعني انا وليت خايفه غنجي عندهم غيديروا لي نفس المشكل كيما انا دابا كتبان ليا كيما ماتت بنتي غيموت ولدي هذا هو الاخر Thank you.